نزول درجة كان قاعد في شيخ ابن عم وخالته. نعم. هو راتهم. بعد بيته. أي روح زيد حدثهم حدثهم. نراه رسوج عني راه طالع لهدا. معليش قول له. كثر اللي من الحديث ما نقعدش مليح. أي. وجيهم الناس و. أي. زيد كاش ماك ما تفكر مع جيهم وين كاش من جاهم من الزوي من الزاوية. وجيهم معهم وزاوية بيت سبل الأرباح جوهما يزوروهما زاوية زاوية صد تول الفلانة لها هذا زاوية زاوية يزوروها يروحوا ليها أيه ونسابهم أنساهم هو قرم زاوية أيه وراه تلميذ زاوية النبي سبل الأرباح كيفاش قلوا كيفاش كنتوا عايشين؟ والله وجعني راسي انا كنت الحاج كيفاش كنتوا عايشين بكري؟ حد وحد راه يحدث فيك صحاب لا من كيف كنتوا عايشين؟ كيف كنتوا عايشين؟ كيف كنتوا عايشين؟ كنا عايشين هاي الخبز والتمر والدجنة هاي ركبت انت على الخيل بكري يا بكري ركبت على الخيل يا نتايا نتايا هاي هاي العودات ركبت عليهم وينه ربيتو الخيل العودات ربيتوهما الخيل الذكور والعودات هاي والجمال والجمال ركبتوهما الجمال 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 بالهاي المخلل وال واللغو والقلم وكل وبس يجيب الأرباح تروح لهما أيه وين الشيخ هذاك الوقت؟ 11 سنة سي أحمد بن سلمى الله يرحمه المغربي أيه سي أحمد المغربي نعم يقول له سي أحمد المغربي هاي الأولي راح على الأولي الولاء الحاج شربتها شربت حمادة الرؤية للخوف لا إله إلا الله محمد رسول الله